قول لنا كلمة منفعة، قول لي أنا يعني كلمة منفعة. المسيح مالك إيده ليك، عاوز يبقى صديقك. اقبله صديقك في كل لحظة أنت ماشي فيها، في الشغل خلي إيدك في إيده كصديق، في المشاوير الخاصة كصديق، في البيت، في كل مكان. هو مدد إيده، بس تقبل إيده كصديق ليك. صديق 24 ساعة مثلا، حتى وأنت نايم صديق ليك، وبيحرس حواليك وأنت نايم، كل حاجة صديق ليك. بس هو اللي عاوز يقول إيه؟ عاوز يتكلم معاك. هلوم نتحاجج بكل وقت، تعال ندردش مع بعض. صديق بيحب صديق، عاوز يتكلم معاك. أوقات إحنا بقى إيه مشغوليات العالم، أقول له لو زادك وقت نعمل مسؤوليات كلها الصبحية، ولو زاد وقت نديه للمسيح. إنما لو عكست الحكاية يبقى مش صح. أدي المسيح أول دقيقة وسيبه يبارك اليوم كله، مش لو زاد الوقت. يبقى هي دي الأمور تمشي كويس كده. أديله أول فكر بعد ما أصحى من النوم، أول دقيقة بعد ما أصحى من النوم تبقى للمسيح، يبقى ماشي ومشي معاه صداقة حلوة خالص. لو مشيت معاه صداقة وهو معاك، تعرف عملت له ايه؟ كما لو انت كنت كتبت توكيل للمسيح. توكيل بايه؟ ان هو يباركك، وعاوز يباركك بس مستني بقى حرية ارادتك اللي سميتها انا توكيل. يا ابني اعطيني قلبك، اعطيني يعني حرية ارادتك. أنا واقف على الباب وبخبط، انفتح لي أحد، هتقول له عشان انفتح حرية إرادتك. دي اللي أنا عبرت عنها بكلمة توكيل. هو كده عاوز، فيبقى أنت عملت توكيل، إن هو يقودك ويديك نصرة على الشيطان. مفيش إنسان من غير المسيح يقدر ينتصر على الشيطان، ما يقدرش. مفيش تكافؤ في القوة. طبعاً إحنا لوحدينا من غير المسيح ما نقدرش. يديك نصرة على حروب الشيطان وأفكاره، يديك نصرة على حروب الجسد، يديك نصرة في كل الحروب بتاعتك، يرشدك ويقودك ويحوط حواليك ويبارك الكرنج اللي في إيدك، يخليك كتير ويبارك في صحتك ويطرد التوتر النفسي ويملأ بالسلام. طالما المسيح حل، أول كلمة بيقولها سلام لكم. فيبقى صديقك اول ما هتمشي معاه هيديك السلام، هيطرد التوتر النفسي. وبعد لما هتمشي معاه، يا ابني اعطيني قلبك، انت الله. طب ايه اللي يحصل؟ يحل المسيح بالايمان في قلوبكم. تاني حاجه للصديق الحلو ده. تالت حاجه او تبع تاني حاجه، أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن يفرحكم. يبقى أول حاجة يملأ الفكر بالسلام بعد لما يحارب وينصر الإنسان على كل حرب العدو، السلام يعطيكم. وبعدين يملأ بالفرح قلبك، يطرد أي ضيق أو حزن أو خلقة، ولكن الدنيا ملهاش طعم، لا هيطرد الحكاية دي. ويبقى هو مسؤول عنك طالما أنت ما سبتش إيده. بس مش هيجبرك، هو عامل ايده كده وانا اللي بمسك ايده. ممكن ارخ ايديا واسيب ايده في اي لحظه يستفرد بيا التاني عدو الخير، يبقى مش فاضي. مش كده ايه؟ بس مش حاجه تاني.